ونروح لمحافظة بورسعيد، أستاذ هبة أستاذة صبيح. هبة صبيح. هبة صبيح، صباح الخير يا أستاذة هبة. خير يا أستاذ أحمد، وصباح العيد بقى على كل المشاهدين، لأن فعلا زي ما حضرتك بتقول أنا قايلة من امبارح إن ده أجواء عيد مش أجواء انتخابات. نعم، طب لسه يعني أجواء العيد مستمرة عندك لتاني يوم ولا العيد خلص امبارح؟ لا لا طبعا. حضرتك طبعا بورسعيد يعني مناضلة طول عمرها، وحاسة ده فعلا حقيقي. إن النهارده وامبارح كأنهم في نضال، يعني أعداد كبيرة من النساء والشباب والكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، فيعني المشهد بصراحه انا ما شفتوش في انتخابات قبل كده بالاعداد الكبيره دي، والوافدين يعني الوافدين لحد بالليل اللي كانت قفلت عليهم. الفئات الاكثر مشاركه عندك ايه؟ كان في اكثر مشاركه ايه؟ الفئات الاكثر مشاركه. الشباب طبعا، يعني الشباب من الفئات الاكثر المشاهده عن المرأة؟ يعني ايه الشباب بينهم المرأة بصراحة، يعني مناصفة انما طبعا. مناصفة بس. وعايزة اقول لحضرتك كمان ان هم يعني ايه في يعني دعم كده، وفي مساعدة لكبار السن من الشباب متطوعين واللي مش عارف يعني مشهد مش مختلف عن باقي المحافظات. انت عندك يا هبة لجان وافدين في بورسعيد؟ عندنا 5 لجان وافدين، لان احنا عندنا مصانع في الجنوب وفي شرق بورسعيد وفي الغرب. الاقبال فيها ايه يا هبة؟ الإقبال كثيف، ما أنا بقول لحضرتك يعني امبارح اللجنة قفلت على 9 بالليل وكان جواها أعداد كبيرة لسه ما خلصتش. ما قفلتش بقى، يعني استمرت لبعد الموعد الرسمي يعني. يعني بعد الغلق يعني الناخبين جوه يعني اللجنة. أكيد أكيد يا هبة، هنتابع معاكي التفاصيل يعني على مدار اليوم علشان تحطينا في باقي أجواء الفرحة عندكم في محافظة بورسعيد. هبة صبيح من بورسعيد، بنشكرك مراسلة الوطن.